ماك. انت بقى في الايه، في الكنترولرز بتاعتها، في هنروح على الاب جي اس، اب دوت كنترولر، هل هسميه ايه؟ قلت له ستودنت، ستودنتس كنترولرز، تقريبا كنا كاتبين اس كابيتال، ستودنت كنترولرز، عايزين نتأكد. ماشي، كوما فانكشن، الفانكشن بتاعتنا بتاخد السكوب كالعادة يعني، مش يعني انا بعمل الحاجة دلوقتي اللي هي المعتادة، انا يعني حاسس ان انا مش قادر اشرح ليه، لان حاسس ان هو ده اللي احنا قلناه قبل كده، بس احنا بنركبه يعني. ونبدأ نكتب الكود بتاعنا يعني، ممكن نعمل بنفس الطريقة كده او على طول ممكن نقول السكوب ده هنبعت عليه التايتل، لان احنا اصلا كنا مستنيين التايتل، سكوب دوت تايتل وبيساوي، وابعت اللي انا عايزه هنا، انا هبعت دفاية كاملة ديب كلاس بتاعها هيبقى round dash icon، يعني عايز اعمل ايكون مدورة و اقفل كده واقول له اعمل فيها i، والاي دي هتاخد كلاس هديها برضو هديها برضو عبارة عن ايكون، والايكون هي اعين داش. واحد يقول لي انا كنت ممكن احط دوت على طول ثابت هناك، ممكن هنا بس بنشوف ازاي بنبعته ونقدر نبعت اتش تي ام ال يعني، بيرسون داش صورة سيركل دوت صورة شخص يعني عشان يطلع مكان الطالب يعني، وكده خلاص كده اقوم قافل واعمل سلاش اي، وما انساش اعمل سلاش مين للديفايدات نفسي، ده كله هيروح في التايتل. تمام، دي كده الاب كنترولر دي، بس مفيش غيرها التايتل بس. عايزين نعمل واحده اب دوت كنترولر اللي كان اسمه ستودنت ديتيلز كنترولر، وربطناه بفانكشن هتاخد منه بسكوب، وبعد لها حاجه كمان برضو اتعرفنا عليها قبل كده، الستيت بارامترز، عشان او الستيت بارامترز دي بقى عشان تستقبل الاي دي والايج، فاكرين الاي دي والايج، لازم استقبل مع حاجه اسمها ستيت ايه، بارامز، ستيت بارامز دي هتستقبل الاي دي والاي دي والايج عشان اقدر اشتغل عليهم يعني. طيب ماشي، كلام جميل، وردات الفانكشن وادي نهايتي. كل اللي هعمله ان انا اقول له عارف السكوب، ساعات السكوب كده بيجي نادي منك يقول لك انا عايز اي دي، صح؟ هتجيبه منين؟ قلت له روح على الستيت بارامترز هات لي منه الاي دي، بحطه جوه المثال اسمه اي دي، والسكوب لما يكون محتاج منك الايدج هتروح برضو على الستيت بارامترز وهات منه الايه؟ الايدج، مش محتاجين اكتر من كده. ده بالنسبه للكنترولر ده، هاب دوت كنترولر هنتكلم بقى الكنترول المره دي اللي هو الكلاسز كنترولر فانكشن، هتاخد منك السكوب وكمان معاها الستيت، وادي الداتا وادي نهايتها. السكوب تايتل هعمل نفس الفكره اللي كانت موجوده فوق هنا، اهوت كان محتاج منها تايتل، صح؟ هاخد دول كده كوبي، بس طبعا جراوند ايكون، والايكون بس مش تبقى بيرسون بقى، هنغيرها هتبقى مثلا ايه، احنا محتاجين المره دي عشان الكلاس، صح؟ في اين يونيفرستي
طلع كده زي علامة كده زي جامعة كده ولا حاجة، تمام. وآخر فانج أو كنترول قبل الأخير لسه محتاجين كنترول ازاي؟ هقول له بقى، أو كنترول تاني اللي هو go to students، مش عارف ليه أنا حاسس إن أنا محتاج إن أنا أشيك على كل الأسماء دي، كابيتال والسمول والكلام ده كله. function والفانكشن دي هقول له state. عملنا الفانكشن دي فين؟ لا كده غلط. الفانكشن دي اصلا المفترض ان هي تبع الكلاسز، صح؟ ان هي كانت اصلا موجوده جوه الكلاسز، لو رجعت هتلاقيها موجوده جوه الكلاسز. يعني لو رجعت كده مثلا الاندكس النود دلوقتي، ماشي، هرجع كده للاندكس، ادي اهو جو تو ستودنتس كلها سمول اهي، كانت موجوده اصلا جوه الايه، جوه الكلاسز اهو، تمام. حطيتها جوه الكلاسز كده جو تو ستودنتس مظبوطه كلها سمول، ماشي. جاي هنا اللي عايزك بقى عارف الستيت اللي عارفه اللي هو ده، صح؟ تقول مظبوط، تقول عايز دوت جو وادي له اسم بس الايه البيج اللي انا عايزها، لو قلت له اب دوت ستودنتس اقرا صفحه الستودنتس، طبعا ناخد بالنا ان الستودنت ديتيل كنترولر ده اصلا هو متحدد للديتيلز الكود من هو بتاع ال HTML. طيب ماشي، اخر حاجه عايزين نعملها في الاب جي اس، عايزين نعمل اب كنترولر اوبجكت عشان ياخد باله من الستيت هي بتتشينج ولا بتحصل لها تشينج، وده نعملها احنا هنستخدم في حاجه اسمها روت سكوب، روت سكوب دوت اون، عشان اعوض بقى ستيت تشينج سكسس بقى واشوف بقى هي حصل لها تحولت ولا لا، وفي نفس الوقت هو بيتحول من صفحه لصفحه تطلع كده زي ايه، زي لودر كده او ايه، او لودنج كده يعني، واقول له في اللودنج هو كان في بيج ايه وراح لبيج ايه، دلع كده شويه، عايز اعمل ايونيك لودنج كده يحمل لمده مثلا ثانيتين ثلاثه كده يعني، واطلع فيه رساله اقول له انت كنت رايح في صفحه كذا ودلوقتي رايح على صفحه كذا. طيب ماشي، عامل ازاي الكلام ده؟ هقول له اب دوت كنترولر ماشي، خلي انه واحد طول الاساس بقى اللي هو اب كنترولر ولبسه فانكشن، الفانكشن دي تاخد مني كذا بارامتر بقى جداد عشان عايز اعمل انا طبعا على تايمر كده لودنج يختفي وكلام من ده. فمعامل هنا سكوب وروت سكوب، كامل كيس كده روت سكوب. ايه تاني؟ حاجة تانية؟ قلت له ايوه، عايز كمان ايونيك لودنج، تمام، وعايز كمان واحد اخير اسمه تايم اوت عشان لما الوقت يخلص يوقف لودنج، ماشي. ساعتك هتعمل ايه؟ تبص اول حاجه الروت سكوب دوت اون، طبعا ده بيلسن اون ايفنت of a given type من النوع اللي احنا هنبعته، عايز اقول له اون ايه؟ لما يبقى success، صح؟ اون لما يكون the state change success، يعني اول ما يبقى اتنقل لصفحه سليمه ومفيش مشكله في النقل
هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له هعمل فانكشن، الفانكشن دي بتاخد مني بارامترز مهمه جدا اللي هو الايفنت. ده كده فانكشن جافا سكريبت اساسا، مش كده؟ ما عملتش اللي علامه الامبرساند يعني، او عند اسف الدور ساين ايفنت وتو ستيت، يعني اللي رايح لها الصفحه المفروض رايح لها، وتو بارامز والبارامترز اللي رايحه، وفروم ستيت بارامز اللي غلط، وفروم ستيت كوما فروم بارامز. بارامترز كان جاي من عندها. ماشي، كلام جميل. وادي الفانكشن وادي نهايتها. احنا جوه الفانكشن بتاعت ستيت تشينج سكسس، واخده مني كل البارامترز ديت. هتعمل فيها يا عم؟ قلت له اف، خد بالك بقى لو تو ستيت، خد بالك كنت انا بعمل طبعا الحته دي كده حته دلع يعني، ان انا بعملها بتاعت اللودنج دي بس لذيذه يعني. قلت له اف تو ستيت دوت نيم، لو اسم اللي انت رايح لها كان بيساوي، قال لي بيساوي، قلت له لو اب دوت كلاسز دوت ديتيلز، او صفحه الاب دوت كلاسز دوت ديتيلز، مش عايزك تعمل حاجه لان يعني احنا اصلا ما عملناهاش، صح؟ اقول له ريتيرن واسكت، يعني اكني بقول له ريتيرن انا ما تكملش غير كده، هيكمل بس كده ده الشرط دوت في الحاله ديت عشان اوقفه يعني. طيب ماشي. طب حالة ان هو مش حاجة من دي يبقى هيعدي ريتيرن، لان ريتيرن مش هتتنفذ غير في الاف دي، يبقى هتعمل ايه؟ قلت له خلاص يبقى اظهر لي بقى الايه الايونيك لودنج خلاص دوت في هايد وشو. قلت له انا عايز شو دلوقتي، نشوف بالنسبة لي. قال لي هايد تاخد منك اوبشنز هايد وسيت كونتنت وشو. ماشي، قلت له شو، فتحت قلت له اديله الاوبشنز. ايه الاوبشنز اللي عندي؟ قلت له التمبلت نقطتين والقيمة بتاعته ايه هي؟ راح طلع لي كده بي، يعني خط بولد كده previous يعني state يعني الصفحة اللي فاتت، وكله من كده واقف سلاش بي، وعايز اطلع جنبيها اسمها، صح؟ اقول له جنبيها بس خد سبيس كده، وجنبيها الزق لي from state دوت نيم، يبقى يجيب لي اسم الصفحة اللي هو جاي منها، اسم الصفحة اللي هو جاي ايه منها. كلام جميل. كده اخش تاني بقى في حاجات ثابتة، اقول له اعمل بريك انزل سطر، بعد ما ينزل سطر تقول على خط بولد برضو، هتقول لي بقى اللي انا رايح لها اللي هي الكرنت ستيت. كرنت ستيت يعني الصفحة اللي انت رايح لها، واقفل سلاش بي. طبعا الكلام ده المفروض يبقى الناس عندها خلفيات عن اتش ميل والكلام ده كله يعني، عشان الناس تبقى متفاهمه، وبرده تكون ذاكرت الدروس اللي فاتت عشان الايام كده تبقى الدنيا صعبه. current state ونقطتين وكل حاجه ماشي. وهنا اقول له بقى حاجات مش ثابته، اقول له بقى ايه to state اللي هو كان رايح لها دوت نيم، جبت الاسم بتاع اللي هو رايح لها. خلاص كده خلصت كل القيم، هديله بس كمان اوبشن اسمه نو باك دروب. تمام، وادي نهاية الايه الشو بتاعت اللود. عايز اديله التايم اوت عشان يظهر امتى ويخلي في امتى، اقول له تايم اوت، ودي عبارة عن اللي عبارة عن ايه؟ تقول function هتاخد حاجة، وتقول مش هتاخد حاجة خالص. كل فكرة بس هنحدد فيها الانترفال او الفترة اللي بيطلع فيها اللودنج، هقول له ionic loading dot hide اختفي وخلاص. ده الاوبشن الاولاني، تمام كده؟ يعني في الفانكشن.
يبقى الفانكشن تايم اوت بتاخد فانكشن كوما وبتاخد الفانكشن دي تنفذ كل قد ايه؟ اقول له كل 1000 تك كل ثانيه يعني. فالفانكشن دي يبقى كده دخلت مني بارامتر الاوعيه فانكشن اللي هتشتغل اللي هي بتعمل هايد وبتعملها كل 1000 ايه؟ كل 1000 ثانيه. كده في شيء مش مظبوط. بوز ده تعالى نشوف ده بتاع ده ماشي. وفين الاون؟ مش ده دي الفانكشن اللي المفروض ما بين الكوز ده. اوه كوز قفل هنا. لا غلط طبعا، مش المفروض ان هو يقفل هنا، المفروض ده يبقى مفتوح كده. خد الكوز قلنا كده ملوش قفل، قلنا ده المفروض بعد كل اللي هيحصل يعني يقفل هنا. هو كده كده الاون سيمي كولون كمان، بصينا كده على الاون كده نعلم عليه المفروض ده يبقى قفل الاون. مظبوط ده قفلت الاون مظبوط كده مظبوط. طيب كلام جميل. فاضل ان انا بقى يعني اعمل شويه يعني تظبيط كده في العرض تمام. فاضل برضه نروح نصلح الاخطاء، كان عندنا كانش بيرن، هنخليهم في فيديو تاني يعني مش مشكله، فيديو نهائي يعني.